أزول ماس فتحي نخليفة أسلويني مزيغ النمضال أزول ماس دكتور محمد يوسف المقريف أسلوين نقرا ونطمورا تنمير. تولت تهانيت سي إمقي من نطمورا النغطمورا نمازيغن الليبيا هات من نيطان باط دي ليبيين كمن أفاز رفني مازيغن الليبيا اكتا من داوت انت تسيت زقرات ننتسوق زل الشار مغلي كون نخش المحود السم بالدهانيت أباشان سمدا أبريد انت قراولا لا أود لنتيد إيم زيان نطمورا النغ لا أموت فلاس أران تيديا جيت النغ باش أكسن إخفاون تدكتاتوريت نسد أسو أن سمدا أبريد نيم غناسن إيم زوارن ستاولت لها تزور وزال أبريدو رينتيد إمزيان ديما زيغن ستيدين سن دس إيدام من سن دسيم الطاون سن باش كاحرزن تماقيت التغرمة تدل ساد التوالتن سن نيقات مليلت تم زوارت نازرف نمازيغ أسن سمراو سدسوديس شتمر سين إنجي من مراو ديجن قدراب لس قتيد دار توهانيت قل محود لا يسيني ودان قليبيا توتلاين سوزال دير بابن إما زيغن أوغورن تستاولت نتوسنا دتا غرما نكمل نظرام متى ميدن دي درفان نطامور تيقلنا سقاس لا يفا النغلا يقور لم يفغ نطفغ تنسن طامق قارت سوسايس نيخافورن أسن سن مراو دساء سقاس إيضن النغا سقاس يطن دميدن يلا الطرارن ستاسرتيت النغ طامور تنغ إيقلني مانسن وزرينش أمي أس النغ أس وهانيت لينين وغنظرين دي سايو استفرتون تنغ تفرتون تني مازيغن تولا طودان ديس دايو يلا قمزرون نغ دي تفلاتو فوقت زرنتت إي مليان النغ إيفيد ميدن للجاج البرة الليبيا أمي وتزرينش إدر غالن تسرتيت خسن أجن إمازيغن أمي برانين قطمور تنسن درزن ديسن سادري منسن تامليل تمسو أم تامليل تمصنات أمي أسو نغديس إني جي ونغ يلا مضال باش أنسل سيسن سيدي سنسن ماني أوضني زرفان ميد ننسن تيستما أيتما ديلا تسلم دقنغ توها تيكل تانك جاروت أنوت ليديس أفازار في النغ ونرلي شانصر حمال نرى النغ تاقراو النغ شادي كارني مكردن شادي لاي أفي غال نزاوالين نغدي قوجيلين تشطى زوني تنيل تزونون أقمود انت قراولا ني خافور نتمازيغ تنميرت في اللسن نتا تامن داوت انغ الدستور الكونستيتيوشن ما مك تخسمة تسمي ولا يحرز انغا يحرز ازر في الميدن انطام مورتنسن دايزر الميدن ديجن اميطن انتي صوفغ ستالاست التفت إما زيغن تاولتوت تنقاروت دتيدت إما زيغن ورلينش أفتسرتيت انتين باطين
اللي لانت أمي مزيغن والتاكرنش طامور تنسن مغارديس مامو آيكر تدارتيس أباش أنا مبريال تغوسى القميس دا طفو غتيدت أم طيت تنتفويت دا تموكس في اللاس تاقوت إلاق تمازيغ دت ماجيت الليبيا دودم سود ما ونس أطفق قاش النيال انطامورت داز لي نامور أفود ما والنادري منس جيت فرانس جيت أبرات تنس قوس المدنس قاسوسن ديال تغيسي وين تمدورت أنصفر أصادوف أيدس تمازيغت أسيق أبريد أتسيتف أفتام الدورت ناقدو دنس أيونا في اللس دآنر أسقود نباضيين دتوس نانسن أمنتا أمسقود نيضن غايطن دهانيت أن ملتاول تنقاروت ده تيارو التياري أمزراي يرنغ ديبوشيرنغ نشنين يمقيم النطمورة نمازيغن أم برح دانمل تامن داوت الدستور نغل كونستيتيوشن الكونستيتيوشن تامن داوت انغ الدستور ولايت توتلايش افازر في النغ وليقورش في اللانغ جشتا من دوت النغ دوانتا سدش ادو طنبط النغتيني بطين لها فغن سدو السيس تدر تامازيغت ددرن إيمازيغن إيدر فانا في طمور تنسن ضرب لسا سن مرودة سن يناير سن نيجي من مرا ودكرات تنميرت في اللون تكملم تنمير السلام عليكم عزول فلون البيان الختامي لملتقى الاستحقاق الدستوري لمزيغ ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله مولانا العظيم إيمانا وتشبثا بروح الوحدة الوطنية الليبية وحقوق الإنسان وتواصل مع مشوار الحوار السلمي المدني المتحضر الذي انتهجناه منذ أن أرضعينا أن ثورة 17 من فبراير المسلحة قد حققت مبتغاها في إزالة صنم الديكتاتورية الدموية المستبد وكل رموز النظم وكل رموز النظام القهر والتعصب والإقساء إن الوقت قد حان لثورة الشعب البناء والسلم والإخاء أن تأخذ دورها ومبادرتها البناءة لبلورة ليبيا الديمقراطية والحريات التعددية ضمن الدولة المواطنة والعدل والمساواة وتأسيساً على نضال وطني أمازيغي ليبي صميم اجتهد وقام وضحى عبر عقود مريرة دفع دمأً وأرواحاً عرقاً ودموعاً ثمناً باهظاً من أجل صون وحفظ هويتنا وحضارتنا وثقافتنا ولغتنا الليبية كان الملتقى الأول لحق الأمازيغي في 26 سبتمبر 2011 بطرابلس وفي الوقت كانت فيه أصداء القوة والنزاع لا زالت تزلزل أرجاء ليبيا الجريحة جاء ملتقانا سياسياً علمياً حضرياً صريحاً فصيحاً بكل المعايير خالياً من أي إكراه أو ضغط أو قوة إلا قوة المنطق والحجة إلا إن أصحاب القرار السياسي في ليبيا حين ذاك كانت قدراته أقل من حجة البيان ومقدراته دون المستوى الحوار وتفاعله أضعف من الحدث وتداعيات المعبر عنها في تجمهر الليبي غير مسبوق بميدان الشهداء في يوم 27 سبتمبر 2011
وفهم إن التحضر لغة الضعفاء وأن الحوار دليل عجز. فمر الحدث الذي لفت أنظار الملايين في ليبيا وخارجها وكأنه لم يكن بالنسبة لحفنة من أمي السياسة، مما انجلبهم عبث القدر وحضن العاتر إلى سدة السلطة الانتقالية حينها، وقد كان ذلك استمرار لما يعانيه الأمازيغ منذ عقود من إقصاء والأهميش وتغيب للهوية والثقافة الأمازيغية والمكون الأساسي بشكل ممنهج من قبل أعلى سلطة في الدولة وبواسطة أدوات من حكومات وأجهزة أمنية وكتاب ومثقفين مستهدفين التكوين الاجتماعي والثقافي واللغوي والسياسي للفرد الأمازيغي، فأصبح يعاني من التغريب في وطنه والإقصاء عن حقه والتدمير لإرثه، مستخدمين ومسخرين كافة إمكانيات الدولة لفرض هذا الواقع. السادة الكرام، إن لقاءنا اليوم أردناه بذات السلوك والنهج الذي سلكناه سابقاً، ومن أجل نفس الهدف والرسالة استحضرنا فيه أصحاب القرار السياسي الشرعيين ووجهاء المجتمع المدني الليبي بدون إقصاء ولا استثناء، وتشرفنا بحضور ضيوفنا والمراقبين الدوليين من مختلف أرجاء العالم لنسمع منهم أكثر مما قد يسمعوا منا، لأننا وبكل صدق لن نفني أعمارنا ومستقبل أطفالنا في تكرار وتفصيل استحقاقاتنا المصيرية. ثمرة الثورة ليست غنائم المتكالبين ولا هي مناصب المتهافتين ولا هي محاصصة الجهويين والقبليين. ثمرة الثورة هي دستور ديمقراطي عصري يحمي الليبيين والحقوق فوق أرضهم، يساوي بكل عدل بين جميع أطياف المجتمع، ويحقق تطلعاتهم بتأمين حاضرهم وضمان مستقبلهم واحترام ماضيهم. إن الليبيين الأمازيغ يتألمون للمشهد السياسي المهيمن على البلاد، يتأسفون على إقصائهم المتعمد عن الإدلاء بدلوهم تجاه الوطن، ويستفزهم السلوك الاستضعاف والاستصغار، ولكنهم صابرون محتسبون من أجل الوطن. هم لم تستهويهم الغنائم يوماً، هم لم تستهويهم الغنائم يوماً ولا المناصب، فهل يغنم صاحب الأرض أرضه؟ أم يستجي كائن من كان في أن ينصبه فيها وعليها سيداً؟ إن شرعية ترسيم الهوية واللغة الليبية الأصيلة في الدستور الليبي المنتظر تتأسس على قيم إنسانية لا جدال حولها ولا خلاف حولها، تقرها كل الديانات السماوية وتنص عليها كل الأعراف والمواثيق والعهود الدولية، إلا وهي قيم إحقاق الحق والعدل والمساواة. عليه فإن من الواجب والأمانة أن يراعي الدستور المرتقب توابتنا المصيرية لخصوصيتنا الليبية، وأن يستوعبها ويحتويها بكل حكمة وعقلانية، وينصف واقعنا اليومي الأمر الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار لشخصيتنا الليبية وامتدادها الحضاري والتاريخي. والأمازيغ لن يقبل بغير دستور العدل والمساواة، وحقوق المواطنة كاملة غير منقوصة، لا استفتاء ولا تصويت ولا استقراء دستوري حول الحقوق. لا تمايز ولا مفاضلة ولا تباين بين الليبيين على أساس اللغة أو المذهب، كل الليبيين متساويين أمام الدستور. وإذ نعلن عن تأسيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا جسماً يعنى بالشؤون السياسية لأمازيغ ليبيا، فإننا نوصي أيها الإخوة بهذه النقاط. إذ نعلن عن تأسيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا جسماً يعنى بالشؤون السياسية لأمازيغ ليبيا، فإننا نوصي بالتالي: رقم واحد، أن تتضمن ديباجة الدستور النص على أن الدستور يستجيب لروح الثورة الليبية، وأنه يهدف إلى نقل البلاد من دولة الإقصاء والتهميش إلى دولة المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، دولة الديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي يجسدها شعار من أجل دستور ديمقراطي شكلاً ومضموناً في ليبيا. ثانياً، النص على أن الهوية الليبية هي هوية الدولة ليبيا
بعمقها الأمازيغ العريق وكل روافدها الحضارية والثقافية المتعاقبة، مع الالتزام بإبراز معالم هذه الهوية في كل شعارات الدولة ورموزها السيادية كالعلم والنشيد الوطني، العملة، وثائق ثبوت الهوية، طوابع البريد، مناهج التعليم والإعلام وإلى آخره. ثلاثة، النص على إن اللغة الأمازيغية لغة رسمية لليبيا، وإنها متساوية مع غيرها من اللغات الرسمية في قيمتها لدى جميع الليبيين. النص على إن اللغة الأمازيغية لغة رسمية لليبيا، وإنها متساوية مع غيرها من اللغات الرسمية في قيمتها لدى جميع الليبيين. أربعة، النص على ضرورة وضع قانون تنظيمي يحدد كيفية إدراج اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة بالدولة الليبية لضمان حماية القانونية لتفعيل اللغة الأمازيغية كلغة رسمية. خمسة، رد الاعتبار للمذهب الأباضي بإقرار الحق في ممارسته تشريعاً وإفتاءً وشعائراً وعلمياً وإعلامياً. الأمر الذي نعلنه معه نحن المجالس المحلية المنظمة لهذا الحدث جهراً وبدون مواربة أو محاباة، بأن الدستور الذي سيكون محل اعتراف وتقدير منا هو الدستور الذي يعترف بنا وكل الليبيين على قدم المساواة، نحميه ويحمينا وندود عنه بأرواحنا، وإن الدستور الذي يكون خلاف ذلك فلن يكون محل اعتراف من قبلنا ولا شرعية له علينا، ولن تمثلنا في بأن الدستور الذي سيكون محل اعتراف وتقدير منا هو الدستور الذي يعترف بنا وكل الليبيين على قدم المساواة، نحميه ويحمينا وندود عنه بأرواحنا، وإن الدستور الذي يكون خلاف ذلك فلن يكون محل اعتراف من قبلنا ولا شرعية له علينا، ولن تمثلنا أي مؤسسات سيادية تبنى عليه، ولن نمتثل لأي سلطات تستند عليه. وعاشت ليبيا وعاش كل الليبيين حران على أرضها الطاهرة، والسلام عليكم. أجول الله. هذا صورة ولا دكتور